احمد قد من اللاعبين بقى المميزين جدا في صفوف النادي الاهلي، وهنقول قياساته ان شاء الله مع بدايه المباراه. المركز 2 شكري الجويني المحترف من مركز 4، احمد سعيد لاعب الشرقيه للدخان المنتقل لصفوف النادي الاهلي منذ 3 اعوام مركز 4، يوسف حمدي الصافي اصغر لاعبي الفريق، والليبرو محمد معوض ومحمد رمضان. ومع الكره الاولى واول جمله تكتيكيه كده، عبد الله عبد السلام بقى اللي معودنا على الاكروبات داخل صفوف النادي الاهلي بيعملها مع احمد سعيد ومع دوله. يدخل احمد سعيد من منتصف الشبكه يضرب كره قويه جدا وينتقل الارسال لعبد الله عبد السلام اللي كان بيمتعنا بارسالات قويه، هنشوفه فيها دلوقتي ولا ايه يا عبد الله. وادي فعلا ارسال قوي، استقبال متواضع وضرب كده من مركز 2، ولكن دفاعات قويه للنادي الاهلي. وادي بقى هنا قطب بيضرب كره كده بسيط قوي يا قطب، وترجع تاني للنادي نيمو ستار، وكانت خارج الملعب ولكن بقوه محمد بقى واقتداره كده شافها انها تاتش. وادي دوله بيرفع تاني بيعلي الكره هاي باص، وقطب على طول بينتش الكره كده زي ما بنقول من فوق حائط الصد، يضربها في مركز 6 تلامس جسم اللاعب المدافع من نيمو ستار وتاخد للاهلي نقطه مباشره 2 لا شيء. وعبد الله عبد السلام تاني واستقبال غير متقن من ليبرو الفريق، ترجع سهله. وادي عبد الله بقى هنشوفه كده في جمله تكتيكيه ولا ايه، ولكن لدوله وغير متقنه يا دوله، وفي لمس شبكه لسنتر البلوك لنيمو ستار تدي النقطة لنادي الأهلي. ما زال عبد الله على الإرسال، مش شايف الإرسالات القوية يا عبد الله، ولكن شكلك كده لسه بتسخن ولا إيه؟ وأدي عبد الله بيجهز كده وإرسال، والمرة دي برضو بريست إيديك مع استقبال خاطئ. ودولة بقى واقف على الشبكة بيقول يا رب الكرة تجيلي عشان أسخن مع المباراة، بيضرب كرة من منتصف الشبكة قوية جدا بنقطة مباشرة، وبدأنا نسخن مع إن البطولة لسه بدري قوي يا دولة، ولكن طبعا ده مطلوب في بداية اللقاء نخوف بيه الفرق الباقيه ان احنا فريق جايين ياخد البطوله. حسبناك بقى يا عبد الله ولا ايه، ولكن ارسال بريست الايد كده ضايع من عبد الله. 1 نيمو ستار 4 الاهلي. ادي معوض على الشاشه ابن طبعا لاعبنا الكبير بقى الكابتن عصام معوض، احترف في فرنسا فيما يزيد عن 15 عام. وادي ارسال كده سريع خارج الملعب، الراجل بيسهل علينا الاداء اكتر، وشكل المباراه النهارده هتبقى سهله مع وجود جمهور قوي للنادي الاهلي، عمل رهبة كده لفريق نيمو ستار من الأول. وطبعا بقى الأهلي بقوته لازم يثبت وجوده في أول مباراة. أحمد سعيد رقم 18 على الإرسال، إرسال سبايك لأحمد وبرده بريست إيديه، وشكلها كده تعليمات من الكابتن مسلحي. وأدي كرة من مركز 2 وتاني دفاع ليه عبد الله، وقطب بقى محور الأداء النهاردة، وكرة كانت مزنوقة. وأدي كده دربكة في ملعب نيمو ستار، ترجع كرة بتاتش بلوك ملهاش أي لازمة عدولة. محمد عبد المنعم طبعا بخبرته شاف ان الكوره مش قويه او مش معده باتقان، فساب البلوك كده شويه، ولكن دوله حط ايديه في تاتش بلوك. طبعا الارقام بقى لنيمو ستار بعيده جدا ومكتوبه بلون الابيض دوت مش باين على التيشيرتات، تحس ان الرقم صغير قوي، ولكن هنحاول مع حضراتكم نقول لكم الاسماء. وادي هنا كوره كده من منعم، واكيد بقى يخلصها منعم المره دي بخبرته فعلا. الله عليك يا منعم، من حوائط الصد القويه بيخلص كوره قويه جدا من مركز 4 وبياخد بيها الاهلي نقطه مباشره. 6 الاهلي 2 نيمو ستار. مباراه متواضعه حتى الان. وادي عدوله بقى ارسال سائط كده لكن استقبال جيد المره دي، وسنتر البلوك بياخد كره تكون عاليه وبيقلب عبد الله القد، وقطب هنا بقى بدا يتعملق كده ويضرب. وادي دربكه شويه في صفوف النادي الاهلي وتاني قطب، ولكن حوائط صد ثلاثيه بتخلي الكره ترجع سهله في ملعب نيمو ستار، وبيرجع ليبرو الفريق كده يحط كره اي حاجه من المنطقه الخلفيه، بيحاول عليها اللاعب رقم 13 ابورو جورج او جورج ابورو، والكره بتكون سهله خالص في ملعب النادي الاهلي، ولكن طبعا حائط صد متقن هنا. 7 الاهلي 2 نيمو ستار. ارسال مع دوله محمد عادل، ارسال سريع المره دي واستقبال غير متقن. اعداد مركز 4 لرقم 9 اللي شاط في الاوت كده اوليكا دينيس، شاط كره في الاوت من غير اي معنى وبدون اي عنوان، تدي النقطه الثامنه للنادي الاهلي. ووصلنا للوقت المستقطع الفني الاول.
طبعا بقى جينا ورجعنا تاني كده لقناه الاهلي، القناه المنظمه اللي ما شاء الله جايبه لنا الداتا كلها والمعلومات عن الفرق، لدرجه جايبه لنا الدوران كمان بتاع الفرق، ودي حاجه ما بنلاقيهاش في القنوات الثانيه. وان كان قناه الاهلي مميزه بجهاز قوي بيشتغل فيها من مصورين ومعدين ومخرجين وفني اضاءه، كل القائمين بقناه الاهلي الصراحه بيقوموا بعمل احترافي طبعا بمجهود يشكر عليه الجميع. وهنا بقى احسن لقطات كده بتجينا هي خلال المباراه او خلال احداث الشوط الاول حتى النقطه 8. مستأنف مع حضراتكم الشوط الاول وارسال مع استقبال غير متقن كده ولكن معقول، ومن مركز 2 اللي مركزين عليه اكتر. وادي هنا منعم بيرفع كده كره القطب بيسقطها، ولكن تغطيه جيده لفرقه نيمو ستار وتترفع تاني في مركز 2. شكلهم مركزين قوي على ضريبه مركز 2، وكره بقى بدا هو احمد سعيد يفوق مع عبد الله عبد السلام وتترفع له كره في المنطقه الخلفيه، يطلع على طول ما يكذبش خبر ولكن خارج الملعب يا احمد يا سعيد. والارسال مع اللاعب رقم 18 من صفوف نيمو 13 جورج ابرو، ولعب ارسال خارج الملعب 9 الاهلي 3 نيمو ستار. وادي معوض على الارسال رقم 4، معوض بيدي الكره لزميله طبعا هو ليبرو الفريق. قد بيجهز لاداء ارسال مع الوزب قوي، وفعلا قطب ولكن برضه بريست الايد يا قطب، مش دي الارسالات القويه اللي متعودين عليها. وحب هنا لاعب نيمو ستار يعمل فنت كده ولكن الكره ما تخدموش، وبخبره محمد عبد المنعم اللي انا مصمم ان هو لسه متعافي من اصابته، فالراجل بيلعب كده بخبرته العاليه. وادي الصوره كانت على عبد الرحمن اللاعب الناشئ اللي نزل في صفوف النادي الاهلي مع الفريق الاول واثبت وجوده. وادي تاني قطب بقى يسخن كده مع اللقاء، ولا كابتن ميدو مصلحي شايف ان اللقاء مش قوي بالقوه اللي يلعب بيها ارسالات بريسك، وفعلا هنا لعب ارسال قوي قطب وتاخد ايديه. وادي بقى كابتن ميدو مصلحي على فكره هو كده مش غضبان ولا زعلان، ولكن هو من ساعه ما كان بيلعب ما تسمعش صوت الكابتن ميدو مصلحي غير بادائه بس، الراجل ما كانش فعلا بيتكلم ولكن كان بيأدي افضل اداء ممكن سواء في المنتخب القومي او في النادي الاهلي، وما زال يحتفظ بشخصيته الفريده والمتالقه داخل صفوف النادي الاهلي، وهو من ابناء النادي الاهلي، لعب لاكثر من 20 او 25 عام على ما اظن. ينتقل الارسال مره ثانيه للاعب رقم 9 اوليكا دينيس، وبيلعب كده ارسال ملوش اي معنى ولا هو وزب قوي، ولكن يخدع بقى احمد سعيد واستقبال خاطئ شويه. وادي قطب بيضرب من المنطقه الخلفيه كره كده بريست ايده، وادي معوض بيستقبل كره، وفين بقى يا عبد الله الجمل الخططيه بتاعتك، ولكن منعم هنا بيضرب كره قويه خارج حدود الملعب. لسه الاداء ما اقنعناش يا رجاله ان ممكن ناخد البطوله بسهوله، هنواجه فرق اقوى من كده، ولكن طبعا عزائنا الوحيد ان ده الماتش الافتتاحي والكل بقى بيسخن فيه زي ما بنقول. وادي كره هنا لعبد الرحمن بياخدها كده ويلف بيها المركز واحد من فوق حوائط الصدر، والكره كانت مزنوقه. وادي بيشرح لهم هنا الكابتن ميدو مصلحي بهدوء عالي جدا وبميزه فعلا تميزه عن كتير من المدربين الموجودين في الساحه. وادي عبد المنعم كره كده بتتلعب بطريقه خططيه وتتشد تاني في مركز 4، وشكله كده هو ده الراجل السوبرفايزر بتاعهم بقى او السوبر اتاكر اللي عندهم رقم 13، هو الراجل اللي بيدوله او بيبصم على كل كره في الهجوم. اسمه طبعا جورج ابرو، عندنا هنا سنه 30 سنه وطوله 1.94 متر، ومفيش اي داتا عن هجومه او بلوكه. الفرقه جايه كده سايبنا الاوتو بيس بتاعها فاضيه ومش قادرين نقول لكم معلومات. وادي عبد الرحمن تاني بيغير زواياه وبيحاول الكابتن ميدو مصلحي في الكره اللي فاتت يقول له اطلع من بره الشبكه شويه يا محمد، ما تزنقش نفسك يا عبد الرحمن، ما تزنقش نفسك، لكن برده المره دي داخل اهو زانق نفسه شويه في الشبكه وحب يلف كده، ولكن الكره خدمته بنقطه للاهلي اكتر من دبل سكور 13 الاهلي 6 نيمو ستار. وعبد الرحمن ارسال سريع يا عبد الرحمن وجيد، والمنطقه الخلفيه اظن دايس على اللاين، ولكن بقى البلوك يحسمها دولا بياخد كده كره دانك.
ما زال محمد او ميدو مصلحي مش هنقول غير راضي عن الاداء، ولكن نقدر نقول انه لسه مسخنش هو كمان مع اداء فريقه. وادي عبد الرحمن نفس الارسال، برضو ارسال خططي في مركز خمسة على اللاعب رقم 13 اللي قلنا عليه هو محور الاداء. وظهر بقى لجورج ابرو ان هو فعلا اللي بيحاول نقط لفريقه نيمو ستار، وكابتن ميدو مصلحي كده بيحاول يعطله شوية سواء باللعب عليه في الاستقبالات، وهو لاعب خبرة عنده 30 سنة فبيقدر يتعامل مع الكرة، يستقبل بسرعة ويجري على مركز الضرب بتاعه من مركز 4. في اللفة الثانية للفريق ووصلنا للنقطة 15، يعني في لفة واحدة 6 دورانات أخذنا 15 نقطة، وده يعتبر تميز وتفرد لفريق النادي الأهلي. وعبد الله عبد السلام بقى سخن هنا بإرسالاته اهي اللي قلنا عليها في اللفة الثانية، شكله كده كان فعلا بيسخن ولا إيه، وياخد نقطة مباشرة بإرساله ويوصل فريقه ل 16-7 بالتكنيكال تايم أوت الثاني. وأدي الكابتن ميدو هنا عايز يحسن شوية الأداء للاعبي السنتر. ما ننساش بقى الكتيبة اللي مع كابتن ميدو، منهم اتنين من خبراء او من اللاعبين الجيدين في السابق، كان كابتن تامر مجدي وكابتن محمود جمعة، وطبعا برضو معاهم محمد زكريا المحلل التقني ولكنه كان لاعب برضو قوي في وقته، ومعاهم الاداري الناشط جدا اللواء خالد ابو زينة وايمن علي. لا يكل ولا يمل ما شاء الله جمهور النادي الاهلي مع كل نقطه، بتحس ان المباراه في منتهى القوه ومنتهى الاثاره. وما ننساش ان السجون الكيني وريد سكين من ليسوتو لعبوا النهارده وفاز السجون 3-0، وبافيا الكاميروني والسويحلي الليبي فاز السويحلي 3-0، والكونغولي دي جي اس بي وسويم بلو من سيشل فاز سويم 3-1، وجامعة زيمبابوي على أهلي بنغازي فاز أهلي بنغازي 3-0، وولاية ديسكيا الأثيوبي على بورت الكاميروني فاز بورت 3-1. ونكمل مع حضراتكم في التوقف، 17-7 للنادي الأهلي، وأظن النتيجة بتعلم بقى عن تقدم النادي الأهلي بفارق 10 نقاط، ومعناها أنه هيفوز بالشوط الأول باقتدار، وما أظنش أن هيرجع نيمو ستار في أدائه خلال الشوط الأول، ولكن ما زال مصمم على اللاعب رقم 13 واللاعب الطرف الثاني من مركز اتنينات اللاعب رقم 11 أبولو جوهان، والاثنين دول اللي عاملين شغل شوية. وادي راجع كابتن الفريق رقم 13 جورج أبرو، 30 سنة جورج زي ما قلنا عنده خبرة عالية، وبيلعب هنا إرسال خططي موجه على أحمد سعيد، واحمد بيطلع عالي جدا ولكن الكره في ايد البلوكات يا احمد. وادي المنطقه الخلفيه بيدوروا فين اللاعب رقم 13 ويدوله، وادي الكره هنا بترجع صحيحه 100% ما فيهاش اي خطا، 3 باص فعلا. وادي احمد سعيد هنا بيطير كده ومن الادوار العليا، مع انه لاعب مش طويل القامه ولكن بيتعملق ويلبس رداء العمالقه ويضرب من الدور العاشر من بره البلوكات، ما شاء الله عليك يا ابني. وادي زي ما شايفين في الاعاده ما حدش يقدر يمسكها منه، وضارب في قلب الملعب يعني بتكون بخبره واقتدار عالي جدا. وارسال احمد بقى نشوفه يعمل ايه، وادي ارسال تاني موجه في مركز 4 واستقبال خاطئ، ترجع الكره سهله كده في ملعب النادي الاهلي. وادي عدوله فعلا، وعبد الله عبد السلام تاني لقود اللي عين الصقر بقى بيبص كده فين المراكز الفاضيه ويبدا يشوط فيها قطب. وادي الجمهور العريق للنادي الاهلي، ويا سلام بقى على الاشارات وعلى الحب اللي بين المدير الفني وما بين اللاعبين، بتسمح طبعا للاداء انه يكون سلس وسهل بدون عصبيه وبدون اي تجاوزات. وادي احمد سعيد تاني والكره انا شايفها انسايد، ولكن حامل الرايه ادى اوت، هو طبعا ادرى مننا. ان شاء الله مع التوقف هنقول لحضراتكم مشوار النادي الاهلي في البطوله في النسخه السابقه رقم 36، ونقول لكم ايه البطولات الماتشات اللي فاز بيها حتى وصل للنهائي. ولكن دلوقتي الاداء هنا مش اداء قوي لفريق نيمو ستار اللي واخدنا كده لقوه في الاثاره او قوه في التعليق، و20 9 بفارق 11 نقطه لفريق الاهلي بيطلب نيمو ستار الوقت المستقطع له.
وادي جمهور زي ما شايفينه. كان النسخة السابقة رقم 36 في دوري المجموعات في البداية فاز الأهلي على بافيا الكاميروني 3-0، ونتيجة أصوات طبعا كان قوي جدا 25-9 و 25-12 و 25-13. نكمل مع حضراتكم بعد استئناف اللقاء. نرجع تاني لمباراة اليوم الافتتاحية للنادي الأهلي، وهي كده مباراة جس النبض بقى البطولة هيكون شكلها ايه. ولكن طبعا فريق نيمو ستار الاوغندي ممكن ما يكونش ليه اسم اول في البطولات الافريقيه، وده مأثر على ادائه زي ما احنا شايفين، واكيد ليه هدف من وجوده داخل البطوله الافريقيه، وهو هدف بقى تطوير وتنميه كده فريقه. وادي ارسالات هنا مؤثره جدا وبيعتمدوا على بعض، وزي ما نجح كده محمد مصلحي فيه انه يقول للاعيبته يأثروا شويه على اللاعب رقم 13 عشان يعطلوه، فعلا اللقطه الاخيره كانت كده. وادي كور سهله بقى ملهاش اي معنى، واحمد سعيد من المنطقه الخلفيه ما شاء الله عليك يا احمد، عنده قدره عاليه على الوزن، ولازم طبعا نفرق بين القدره والقوه. واظن ان بدات بقى مدربينا الجداد كده يقروا عنها كتير، وبداوا يشتغلوا على القوه منفصل عن القدره، وبعدين يجمعوهم مع بعض في الاخر، وده طبعا بحر واسع بقى هنبقى نتكلم عليه. وتاني كده دولة بارسال سهل، وكرة ملهاش أي معنى في مركز أربعة، هترجع كده فيرست تايم مفيش أي حاجة، مش راجعة حتى الكرة ملهاش أي معنى. و 22-9، نقطة 23 للأهلي بالكرة الأخيرة. ما بنقللش أبدا من فريق نيمو ستار، ولكن طبعا مجهوده يشكر عليه كده في البداية، وقعته بقى القرعة ولا إيه مع فريق بطل، وطبعا لا يحصد على الموقف اللي هو فيه. وان كان بقى ممكن يكون عنده اهداف تانية على باقي فرق المجموعه الاولى زي ما قلنا، وهي السجون الكيني والشرطه الابواري واسبواير الكونغولي ونيمو ستارز اوغندا اللي قدامنا وريد سكين لسوتو والبطل الفريق النادي القرن النادي الاهلي. هل يا ترى هيكون لي اليد الطوله في المباريات القادمه؟ هنشوف ونتابع مع حضراتكم أثناء سير البطولة رقم 37. وأدي محمد عبد المنعم هنا بدأ بقى يشتغل، وكرة كده فيها دربكة، ولكن طبعا بقى خبرة قطب سابها، وعبد الله راح مفادي من نفسه كده وبيضحك معاه قطب، إيه يا قطب هتلبسنا في الكرة ولا إيه؟ ولكن طبعا الاتنين خبرة عالية، وعبد الله عبد السلام رجع لصفوف النادي الأهلي النهاردة، وهنقول إنه كان سبب ممكن يكون رئيسي في عودة الدوري المصري للكرة الطايرة داخل أسوار النادي الأهلي. كرة برضه هترجع كده على استحياء، ولكن الراجل فضل إنه ينهي بيها الشوط بقى عشان يريح نفسه ويريح الجمهور، وينتقل للشوط الثاني إن شاء الله اللي بعد الراحة كده للفريقين، و25-11 في الشوط الأول. بنكمل مع حضراتكم استئناف مشوار طائرة الأهلي في التحليق في سماء البطولة الإفريقية للنسخة رقم 36، واللي فاز بيها النادي الأهلي كان في دوري المجموعات زي ما قلنا على بافيا الكاميروني 3-0، وقلنا لحضراتكم نتائج الأصوات كانت 25-9 25-12 25-13، وفاز الأهلي على الترجي التونسي 3-0 في الشوط الاول كان 25-21، والثاني 25-21، والثالث 26-24، ودي كانت من اقوى المباريات في الدور التمهيدي. ورجع فاز الاهلي على اهلي بنغازي 3-1، كان الشوط الاول 25-19 والشوط الثاني 25-17، واخذ بنغازي الشوط الثالث 26-24، ورجع الاهلي بقى تسيد في الشوط الرابع 25-17. اما في دور الثمانيه رجع فريق الأهلي فاز على السجون الكيني 25-15 بنتيجة 3-0، 25-15 و25-12 و25-19. بانتهاء دور الثمانية دخلنا في دور النصف النهائي، والأهلي قابل فريق قوي اسمه برج بو عرريج الجزائري، وفاز عليه الأهلي 3-1، ولكن كانت المباراة إلى حد ما سجال وقوية
ولكن في الشوط الاول كان تسيدها النادي الاهلي 25-15، وفي الشوط الثاني فاز النادي بوعراريج 25-23، ورجع بقى الاهلي بقوته كده فاز في الشوط الثالث وعدل المباراه وفاز 30-28، ورجع تاني في الشوط الرابع 25-18 ونهى اللقاء وتاهل للنهائي. اما في المباراه النهائيه فاز الاهلي على النجم الساحلي، فاز الشوط الاول اخده النجم 25-20، في الشوط الثاني فاز الاهلي والثالث والرابع 25-18 25-20 25-18، وبكده كان يستحق طبعا الاهلي البطوله الافريقيه للانديه رقم 36 في النسخه السابقه، ورجع بقى تاني اهو قدامنا النادي الاهلي بعد استعداده كده في بولندا ولعب العديد من المباريات الوديه مع الانديه المختلفه البولنديه، ليجهز تاني عشان بطوله جديده تنضم لسجل تاريخ النادي الاهلي الحاصل على بطولات الالعاب الجماعيه كلها بلا استثناء. ونبارك طبعا لفريق الباسكت بقى بالنادي الاهلي، لسه فايز ببطوله كاس مصر بعد غياب سنتين كده كان مع سبورتنج، واخد البطوله سبورتنج على السنتين اللي فاتوا، ولكن الاهلي استطاع بقى السنه دي ان هو يكسر حظه العاسر في سنتين متتاليتين يوصل للنهائي ويخسر البطوله، واستطاع انه يفوز كده ببطوله كاس مصر للسله. عبد الله عبد السلام بخبرته هو محمد عبد المنعم بيكلم اللعيبه كده ان المباراه سهله، ولكن طبعا لازم نثبت وطبعا ما بننساش بقى نبارك كمان لطائره النادي الاهلي سيدات اللي تألقت في البطولة الأفريقية بالنسخة السابقة ديت وفازت بيها بعد أداء رائع جدا، وكسرت برضو حظ إنها خسرتها في النسخة السابقة، ورجعت فازت بالأمس على نادي الزمالك 3-0، وبكده قربت خلاص من الفوز بالدوري المصري، فاضل لها مباراة وهي تحصيل حاصل واحتفاظها بقى بالدوري المصري، وإن شاء الله نبارك لهم كده بعد انتهاء الدوري. وبنرجع لمباراتنا اللي دايره دلوقتي، وادي بقى اول كوره، وانا اظن ان فرقه نيمو ستار ممكن تصحى شويه، ولكن انا شايف ملامسه للمنطقه الخلفيه وفعلا حسبها المره دي الحكم، وكان في واحده كده زيها في الشوط الاول وما كانش حسبها، ولكن ادي النقطه الاولى للنادي الاهلي والارسال مع عبد الله عبد السلام. عايزين بقى ارسالات قويه يا عبد الله من البدايه. ارسال قوي فعلا لعبد الله، ياخد كده من ايده المستقبل على خارج الملعب، قاعد بقى ميدو مسلحي شاف ان المباراه في بدايتها ما كانتش قويه ولا ايه، هيكمل بنفس الاداء القوي دوت ويسهل لفريقه الفوز. وادي الكره الاولى هنا مش مظبوطه عند نيمو ستار، وطبعا عارفين ان الكره الاولى هي مفتاح الاداء ومفتاح التالق لاي فريق، وان ما كانتش مظبوطه مش هيتوفق الفريق في ادائه الهجومي، ولكن هنا المره دي ضربه ساحقه قويه من عمالقه النادي الاهلي قطب ودوله، وبيحاول عليها عبد الله، وادي كره ثانيه هي تترفع في مركز اثنين، واحمد سعيد يضرب من حوالي الصدر، ولكن زي ما قلت لكم هيبدا ينشط شويه نيمو ستار، ولكن اتوقع انه ينشط لغايه النقطه 10 وبعد كده يقف. الفرق دي لما بتضغط عليها من البداية ما بتكملش للآخر، بالأخص لأن خبراتهم الدولية ما بتكونش عالية. وأحمد سعيد على الإرسال، بس محتاجين بقى كفاءة شوية في الإرسالات يا سعيد، ولكن لعب إرسال كده بريست إيديه شوية، كان فيه تألق واستقبال خاطئ، ترجع الكرة سهلة ياخدها سعيد فيرست تايم، ولكن بدون اهتمام شوية سعيد تعدي الكرة منك، وما ينفعش كده، احنا لعيبة دوليين ولازم نحافظ على النقطة. 2 نيمو ستار 3 الاهلي. ناخد بالنا ان الفرق الافريقيه لو مشينا معاها نقطه بنقطه هتتعبنا، لازم نعمل فارق زي الشوط الاول يريحنا. وادي سعيد باستقبال متقن وقوي، ومنعم بقى ياخد كده بصدره، ياخد اللاعب رقم 13 جورج ابرو ويهرب بيه لللاين، ولكن لمس شبكه لجورج ابرو، ويرجع الارسال مع دوله.
ارسال دولا المفروض انه سريع ومؤثر، وفعلا ارسال دولا سريع ومؤثر على اللاعب رقم 13 كابتن الفريق وهو مصدر الازعاج حتى الان. اذا كان في الشوط الاول ال 13 نقطه اللي خدوهم او ال 11 نقطه عفوا اللي خدوهم كان بسبب اللاعب رقم 13، وهنشوفه بقى يشتغل في المباراه في الشوط ده ولا هيعمل ايه. وينتقل الارسال كده لمثابه ويلفيرد رقم 8، مثابه ارسال سبايك فلوتر واستقبال اكتر من رائع من سعيد، وضرب كده من مركز 2 بقوه واقتدار في اللاين بيحقق بيها نقطه مباشره على طول. اوت رجع اوت على الارسال رقم 15. اوت طبعا عنده 27 سنه وطوله ما شاء الله 2 متر و4، وعنده ارتقاءات 3 متر 60 للهجوم و3 متر 50 لهواء الصد، ووزنه 99 كيلو. يعني معلومات دقيقة جدا عن كل لاعب بتبين لنا قد ايه اللاعب بيهتم بنفسه وبقدرته البدنية. وادي هنا كرة كده بريست الايد في الاعادة تظهر لنا، كان قطب لعبها من المنطقة الخلفية بعد ارسال قوي اداه يوصل الفريق النادي الاهلي نادي القرن ل6-3. وتاني قطب بريست ايديه عايز يلعبها في الحته الفاضيه في مركز 1، وعبد الله بيشير كده باصبعه انها انسايد، ولكن طبعا القرار لحامل الرايه والحكم الاول باشاره ان الكره خارج الملعب. وناخد بالنا تاني ان الفريق ده ما يقربش مننا وما نمشيش مع اي فريق افريقي نقطه بنقطه، ولكن طبعا الراجل بيدينا هنا هديه بقى بضياع ارسال بدون معنى وبدون عنوان يوصل الفريق للنادي الاهلي ل7-4. ارتياح كده على اوجه بقى اللاعبين بتبين قد ايه المباراه مش قويه. وادي بنوصل للتكنيك الاول 8-4 بدبل سكور، ولكن احنا مستنيين السكور يفرق عن كده وتضغط على الفريق من الاول عشان ترتاح على اواخر الشوط. كان معانا كده على الهاتف الكابتن هويدا موندي المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي للكره الطايره، وعبرت عن سعادتها بتوقيع بقى كانت عقود استضافه النادي الاهلي لبطولتي افريقيا للكره الطايره كانت سيدات ورجال، واكدت ان النادي الاهلي هو صرح للرياضه المصريه والواجهه المشرفه له. وطبعا قالت ان هو بيملك بقى قدرات وامكانيات تجعله قادر على تنظيم اكبر البطولات، وتمنت الكابتن هويدا موندي ان يقوم الاهلي بتنظيم بطوله العالم للرجال والسيدات خلال الفترات القادمه، وتوقعت نجاح كبير قوي للبطولتين، وفعلا نجحت بطوله السيدات، وبنامل بقى طبعا في النجاح لبطوله الرجال في ظل تاريخ النادي الاهلي العريق وفي ظل بقى تنظيمه للعديد من البطولات القاريه. عبد المنعم مستني الحكم لاستئناف المباراه ولعب ارساله. منتقل عبد المنعم من نادي الزمالك بعد انتهاء عقده، يفضل بقى انه يلعب لصفوف النادي الاهلي. طبعا اللاعب بيبقى حر الاختيار بعد تطبيق نظام الاحتراف. وادي منعم كده بيلعب ارسال خططي واستقبال جيد المره دي، كره في المنطقه الخلفيه من مركز 1 ولكن بقى دفاعات قويه للنادي الاهلي، ومن مركز 4 للجناح الطاير احمد سعيد اللي بيحلق في سماء ملعب صاله النادي الاهلي. وعبد الله عبد السلام بمنتهى القدره والقوه والاثاره كده بينقل اللعب من المنطقه الخلفيه من مركز 1 يجيبه في مركز 4 بطريقه غير متوقعه، بيطلع معاها سنجل بلوك وما بيكدبش خبر احمد سعيد ياخد للنقطه التاسعه للنادي الاهلي. عبد المنعم ما زال منتظر استئناف اللعب، وتاني نفس الارسال خططي برده على نفس اللاعب واستقبال مدربك المره دي، ولكن كرة بقى ترجع تاني لدفاعات النادي الاهلي ياخدها معوض كده وتترفع لعبد الرحمن يضربها من الادوار العليا، ولكن دفاعات قويه وقطب بقلشه خفيفه كده لكن جوه الملعب لسه، بخبره عبد المنعم يلعبها على معد الفريق عشان ما يقدرش يرفع ودبل او سرد حائط صد، يعني حائط صد ثلاثي من احمد سعيد وعبد الرحمن وقطب بياخدوا بيها النقطه العاشره للنادي الاهلي، وعبد الله عبد السلام عفوا النقطه العاشره للنادي الاهلي.
تاني عبد المنعم ونفس اللاعب برضو، ولكن استقبال خاطئ المرة دي. يريح بقى أحمد سعيد في إنه يطلع ياخد كرة مباشرة بحواط الصد، وقد إيه الجمهور مفرح ما شاء الله للنادي الأهلي، ونتمنى عودته طبعا في ملاعب كرة القدم، وإن شاء الله كده تكون وجهة مشرفة لمصر على قرب بقى كأس العالم. وأدي استقبال هنا وضرب منطقة خلفية للمتألق من فريق نيمو ستار رقم 13 جورج أبرو، وقلنا اللاعب ده لو صغير شوية كان ممكن يبقى ليه مستقبل أكبر من كده، ولكن 30 سنة يعتبر برضو من اللاعبين الكبار اللي بيلعب بخبرته أكتر من القوة، والكرة الطايرة زي ما احنا عارفين دلوقتي قوة أكتر منها خبرة. وأدي رقم 8 مسابة والفير، واستقبال جيد، وعبد الله بقى اللي بدأ كده يحول الشبكة كلها انها بقت سناجل بلوكات، وعبد الله هنا زعلان من عبد الرحمن ان الكرة لمس حائط الصد، هو مطلعك بسنجل يا عبد الرحمن، المفروض تضرب خلاص بكرة مباشرة ما تلمس حائط الصد خالص، وزي ما عمل هو عبد الله ما لحقش اي حد يجمع، حتى مطلعه مع لاعب مركز اربعات كمان مش لعيب السنتر، وتتضرب كرة قوية ممتعة ولكن ما تلمس حائط الصد يا عبد الرحمن. وادي بقى حليمه في الملعب مكان دولة كده، بيحاول الكابتن مشرحي يشرك كل اللاعبين، وكان عنده إصابة شوية عبد الحليم ولكن طبعا اتعالج منها. سلامات يا حليمه. سامعين هتافات الجمهور العريق للنادي الأهلي، وكرة هنا خادعة من أواخر الصالة كده بتنزل قيس على طول، وادي بقى فرحة هنا نيمو ستار اللي بدأ كده يقول لهم احنا موجودين برضو بمجرد لعب ارسال قوي، الفرقة دي ما بتعرفش تيأس، وكان المفروض يروح لها هنا احمد سعيد ولكن منعم حاول يغطي عليه، الكرة تنزل مباشرة. وادي المرة دي عالية ومعوض كده بينقذها وتروح كده بخبرة لأحمد سعيد، ولكن دفاعات نيمو ستار قوية، وبيضرب هنا في اللاين كرة قوية اللاعب رقم 13 اللي ملوش ملكة البيت الآن، بيضرب لاين وبيضرب زوايا، وبخبرته بقى بيبدأ يبص على أماكن تمركز اللاعبين ويضرب الكرة قوية فيهم. وادي هنا استقبال غير متقن من سعيد، ولكن عبد الله عبد السلام الساحر بقى القامة الطويلة اللي المفروض انه كان يلعب ضريب وضريب قوي كمان، ولكن طبعا الفولي الحديث او الكرة الطائرة الحديثة خلت عبد الله عبد السلام يحترف في الاندية الايطالية لفترة، وطبعا عشان طول القامة ده كان مؤثر معاه. وادي هنا ارسال عبد الله في المنطقة الفاضية بنقطة مباشرة، اكيد الكرة جاست انسايد لعبد الله عبد السلام، وادي بقى هنا بيصغر كده عبد الله بيقول لهم خليكم حافظين على الاداء القوي. 14 الاهلي 8 نيمو ستار. استاذ منير بن سلمان نائب رئيس الاتحاد الافريقي اشار بثقته في قدره الاهلي على تنظيم البطولات واللي بيها وادي هنا تاني نقطه للنادي الاهلي 15 8 خلاص النادي الاهلي يتسيد اللقاء حتى الان بشوط اول 25 11 وشوط ثاني حتى الان 15 8 وادي ضربه قويه من اللاعب بقى اللي حكاوينا كترت عليه النهارده واللي بنقول عليه ان هو لاعب متالق فعلا ولاعب بيجيد على المستوى العالي، لان النادي الاهلي يملك بلوكات وقدرات عاليه جدا خلت اللاعب يضرب كرة قوية ويهرب من البلوكات مرة على اللاين ومرة على الزاوية، وحقق نقاط مباشرة لفريقه. وادي تبديلات بيحاول يعملها فريق نيمو ستار عشان ينشط فرقته، ورجع اللاعب اكيا موسينز على الارسال رقم 2. اكيا لعب كده ارسال سريع ولكن استقباله جيد من عبد المنعم، وادي عبد الحليم بقى بيتعملق ويضرب كره قويه وحسب شبكه على حليمه وبيطلبه كده انها شبكه على البلوك، هنشوف في الاعاده هتبان لنا ولا ايه عشان ما قدرناش نحكم عليها، ولكن هي شبكه على البلوك على ما اظن. مفيش مشكله حليم، الفرق مريحنا 15 9 وشوط اول كان 25 11، وتاني بقى هو ده الاصرار لما نزل كده حسام
كان ادى كره لعبد الحليم وضربها قوي وقال له خد بقى الكره الثانيه طالما الحكم حسابها علينا، خد الكره الثانيه عوض بيها ونوصل للنقطه 16 10 فارق 6 نقاط في الشوط الثاني. كده عن الكابتن بقى رؤوف عبد القادر مدير نشاط الرياضي بالنادي الاهلي ومدير بطوله افريقيا للكره الطايره سيدات اللي كان نظمها النادي الاهلي، قال ان الاتحاد الافريقي اصاد بشكل كبير بالتنظيم المميز للبطوله، ومن جانب النادي الاهلي هو بيقدم كل الامكانيات اللي بتحول بقى الاداء لاداء فائق واداء متميز، وزي ما احنا شايفين دلوقتي النادي الاهلي نظم بطوله السيدات وهينظم بطوله وبينظم بطوله الرجال ولسه عنده بطولتين كمان الهاندبول والسوبر، وده في حد ذاته ثقه كبيره للاتحادات بقى وثقه كبيره في النادي الاهلي، هو طبعا يستحقها بجمهوره العريق اللي احنا شايفينه قدامنا وبادائه القوي لفرقه اللي بتحصد كل البطولات، واظن ان في السنين الجايه كل الفرق هتعمل الف حساب انها تشارك في البطولات القاريه او بطولات قاره افريقيا، لانها عارفه ان في المارد الاحمر بيحصد كل البطولات ما شاء الله. وادي هنا كمان كره خارج الملعب، الراجل حتى مش مستني الهديه اللي اديناها له بضياع الارسال بتاع حليمه. كان ضياع الارسال لاحمد سعيد، وادي حليم هو اللي على الارسال، وكره من سنتر الشبكه في اللقطه الثانيه ليها، ولكن عبد الرحمن ايديه كانت مفتوحه شويه تاخد الكره وتطلع خارج الملعب. خمس نقاط مش فارق كبير، ولكن فرقه نيمو ستار ما عندهاش حاجه ثانيه تقدمها غير اللاعب رقم 13 جورج ابرو وسنتر بلوك اللي بيضرب كده كل كره على استحياء رقم 8 مسابه ويلفيرد، وادي استقبال خاطئ هنا بياخد الكره وخارج الملعب، وبنقرب شويه وزي ما قايلين ان الفرق الافريقيه ما ينفعش نلعب معاها واحنا الجيم مقفول عشان عندها حماس عالي قوي ممكن تتحول في لحظه، فلازم تسيب فارق كبير بينك وبينها عشان ترتاح في الاخر. وادي اللاعب رقم 8 مسابه ما زال على الارسال وارساله سريع ومؤثر، ولكن المره دي حسدناه بقى كل مره من ده يا مسابه خارج الملعب. ولكن طبعا احنا بنقول بقى للاعبي النادي الاهلي مش عايزين ننجح باخطاء الاخرين، احنا عايزين نبقى مميزين عشان نرضي بقى جمهورنا اللي بيزحف ورانا وادارتنا النشيطه القويه اللي تولاها العملاق بقى الكابتن بيبو الكابتن محمود الخطيب. وادي كرة هنا من منتصف الشبكه ولكن دفاعات قويه لمعوض محمد عصام معوض، وعلى فكره محمد عاش في فرنسا فتره مع والده كده اثناء احترافه بفرنسا، وفضل لغايه حوالي 15 سنه كان متعلم في فرنسا على ما اظن، ورجع هنا كان مقيد في نادي الشمس، ووالده بقى كده اصر ان هو يخرج عشان يتحرر شويه ويبقى في نادي بطل، نادي ليه منظومه، وفعلا جه للنادي الاهلي بقاله فتره اظن حوالي 8 سنين او 10 سنين محقق بطولات مع النادي الاهلي وارتقى جدا بمستواه كلاعب وانضم للمنتخبات. وادي عبد اللطيف على اللقطه بقى نزل كده، عبد اللطيف رقم واحد مكان عبد الرحمن، عبد اللطيف من اللاعبين كبار السن ولكن طبعا مميز كيفه، عنده 35 سنه وطوله 2 متر و1، عنده ارتقاء للهجوم 3 متر 35 والبلوك 3 متر 20، وعنده وزن 102، ولكن طبعا كيفا كان انتقل من الطيران ولف لفه كده واستقر بقى في النادي الاهلي ولعيب ذو خبره عاليه، وشاف الكابتن ميدو ان المباراه محتاجه للخبرات في الوقت دوت وعشان ما نقربش السكور اكتر وشارك كيفا في المباراه. عبد المنعم ارساله الخطط اللي بيلعبه في مركز 5 يعطل بيه شويه الاداء، وادي كره كده ملهاش اي معنى بيرفعها عصام معوض للمنطقه الخلفيه، يخش عبد المنعم على طول بريست ايديه، وادي سنتر بلوك ولكن معوض موقفه تماما بياخد منه استقبالات او دفاعات قويه.
ويهرب قطب كده في اللاين، ولكن اللاين كان ضيق قوي قطب فضربت خارج الملعب. ادي بقى مدرب سفينه نجاوي سفينه واوكابس اندرو مدربي فريق نيمو ستار اوغندي، والدكتور معاهم لويس مباجي، ومعاهم علاج طبيعي نيرفر بيهاجه. وادي كره ثانيه من خارج المنطقه، ولكن الراجل بيضربها خارج الملعب، يدخل الاهلي في النقطه ال 21 بفارق 5 نقاط عن نيمو ستار. والاداء كده بدا ينام مننا شويه، حتى احنا مفيش فنيات نتكلم عليها كتير، ولكن طبعا اداء مميز وما زال مميز للنادي الاهلي، وما يخدعناش بقى لانه قدام فرقه ما قدمتش حاجه في الكره الطايره غير علي في مركز 4 للاعب رقم 13 او خد بلوك كل فتره، ولكن طبعا هتقابلنا فرق اقوى من كده، وان كنا في المجموعه معانا مجموعه قويه بتضم المجموعه الاولى اللي هي السجون الكيني وليه باع طويل في البطولات الافريقيه، وبرده الشرطه الايفواري قدم مستويات جيده، واسباور الكونغولي وعنده 2 لاعبين اقوياء جدا في الكونغو وهنتفرج عليهم ونشوفهم، وريد سكين لسوتو ما اظنش ان هو ليه تاريخ، ولكن ممكن يكون عنده شيء جديد يقدمه لنا. هنحاول كده ننتظر مع مباريات الدور الاول من دور واحد ونشوف نهايتها هتوصلنا لفين. وادي دربكه ولخبطه كده في ملعب نيمو ستار، وحسام بقى راجع الارسال برده اللي بيميز النادي الاهلي بارسالات قويه جدا، سبايك مع الوزن ما عدا طبعا منعم بيلعبها ارسالات خططيه وعبد الحليم ودولا. وادي كوره اهي من حسام، اتفضل برده نلعب بريست ايديه مفيش ريسك في المباراه. وادي منطقه خلفيه ومعوض بقى بتغير اتجاهها، وادي تراي عالي جدا من معوض واحمد سعيد، ولكن الكره ما نلحقهاش وتطلع خارج الملعب. 22 الاهلي 18 نيمو ستار، والارسال بيرجع تاني مع اللاعب رقم 2 اكيامو سنيس، واكيامو كان ارساله مؤثر، ولكن برضو كل ما نقول عليه ارساله مؤثر يضيعه لنا خارج الملعب. الراجل ده عامل كونتراته معانا ولا ايه؟ يرجع سعيد على الارسال، هاي الإعادة بتاعته، إرسال خارج الملعب كان ملعوب على منعم، ولكن منعم في المنطقة الخلفية هو ومعوض، ومفيش هدف إن أنا ألعب عليهم الإرسال، مش هعطلهم عن حاجة، لكن أنت هدفك الفلوتر لازم يبقى خططي، وإن كان سريع زي ما أنت ما لعبت كده، ولكن تخليه جوه الملعب. وأدي المدرب بتاعهم بقى كيابس أندرو بيحاول كده يديهم أي حاجة في اللقاء، قرب النتيجة شوية، وارتياح بقى من جمعة وتامر مجدي ومحمد زكريا و محمد مسرح المدير الفني، وان كانت كده التعليمات برضو شغاله عشان ميدو مسرح عارف ان في لسه مهمه قويه اثناء المجموعه، وناخد بالنا من حاجه ان ده دوري من دور واحد وهيتحدد على اساسه اول وثاني كل مجموعه وندخل بيهم دور الثمانيه، يعني لا قدر الله مفيش تعويض لاي هزيمه. عارفين كان الاتحاد الافريقي تاسس في 1972 وضم بقى 53 دوله افريقيه كده، ورئيسهم الحالي الدكتور طبعا عمرو علواني ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وطبعا انشئ الاتحاد الافريقي لما قرر الاتحاد الدولي انه يحول اللجان بتاع منطقه الكره الطايره الخمسه اللي هي الخمس قارات ويحولهم لاتحادات، وتاسس كانت اللجنه الافريقيه في 1967، بالرغم بقى من ان مصر شاركت في تنظيم او في انشاء الاتحاد الدولي في 1947. وطبعا عارفين ان الغلبه لبطولات الرجال بترجع لمصر وتونس، وفي النساء طبعا عارفين ان مصر وتونس دخلت معاهم كينيا، وبتقدم لينا لاعبات من الطراز الاول برضو كينيا، ومحترفات في الدوري الايطالي والدوري الفرنسي، وبكره قويه من منتصف الشبكه بينهي عبد الحليم الشوط الثاني بالنتيجة 25-19، وكرة قوية جدا فعلا وملهاش لا تصد ولا تراد زي ما بنقول. 2 لا شيء، 25-11 و25-19. على
على الشاشة عبد العال رقم 11 بدأ يسخن اهو. ممكن يشركوا بقى كابتن ميدو من بداية الشوط الثالث ولا ايه؟ جدول البطولة ما شاء الله مكدس جدا، درجة اليوم الواحد بيتلعب فيه حوالي 12 مباراة، وطبعا ده عبء كبير قوي على الملاعب بقى والقائمين عليها. وان كان بقى النادي الاهلي قدها وقدود وعامل استاف كبير قوي عشان يواكب البطولة من 9 الصبح لغاية الساعة 9، يعني 12 ساعة متواصلة مباريات مفيش بينها فواصل. المباراة الساعة 9 و11 و 12 على الصالتين طبعا شغالين، فطبعا مفيش فاصل زمني خالص بين المباريات، بتخلص مباراة تبدأ الثانية. وإن شاء الله كده يكون القائمين على التنظيم أداه وجود وكلنا ثقة فيهم، طبعا في المحافل بقى الدولية اللي شاركوا فيها وفي تنظيم البطولات القارية اللي متعود عليها النادي الأهلي ومتعود عليها نادي القرن وقناته الرائعه اللي بتتابع كده كل الاحداث الرياضيه وبتجيبها لنا لغايه عندنا، وبنستمتع احنا باللقاءات وبنتفرج عليها للاخر، ونشوف بقى نتيجه التعب والكفاح لكل وادي الجمهور الله عليه بالمظهر اللائق. ولكن طبعا ما زلنا بقى ننادي بوجود الجماهير في كرة القدم، وما زلنا ننادي بالمظهر الحضاري للجماهير. وإن كان كده يعني اللون الأحمر المفروض إنه يسود، ومش عايزين بقى نشوف اللون الأبيض ده خالص في المدرجات للجماهير، بتكون خلع الفانيلا، يعني بيكون أفضل إنك أنت لابس الفانيلا عشان طبعا قناة الأهلي بتخش كل بيت وبتخش لجمهورنا العريق، فما نخدش حياة أي حد. في استعداد بقى للشوط الثالث كده، وزي ما احنا شايفين اول ارتياح على أوجه لاعبي النادي الأهلي. وإن كان زي ما قلنا لسه البطولة ما بدأتش، يعني هي بدأت النهاردة بلقاء سهل إلى حد ما أو ضعيف إلى حد ما. وطبعا أنا عارف إن الأهلي أكيد حاطط في اعتباره بجهازه الفني وجهازه الإداري واللاعبين إن طبعا لسه في مباريات أقوى من كده بكتير، ومخزنين بقى أدواتهم وأسلحتهم. عايزين بقى ندعو جماهيرنا كمان لمتابعه طلائع الجيش وسموحه والطيران، لانهم برضو بيلعبوا باسم مصر، وكل التوفيق لوائل العايدي مدرب طلائع الجيش، وكابتن حسن القصري مدرب الطيران، ومعه عمرو الحناوي كابتن عمرو الحناوي. الشوط الثالث والارسال مع ميمو ستار، وكره من مركز اربعه بيضربها كده البديل بقى اللي حل في الملعب عبد العال، احمد عبد العال رقم 11 عن 29 سنه عبد العال، ومتر 91 وارتقاء 3 متر 25 للهجوم. ادي ارسال ثاني سهل مع استقبال خاطئ، ويحاول فيه عبد العال يطلعه، وادي دربكه اي حاجه كده كي جي 1 بترجع الكره للنادي الاهلي والنادي الاهلي، وضربه ساحقه قويه من عبد العال يرد بيها على الدربكه اللي حاصله، وبياخد النقطه الثانيه للنادي الاهلي 2 لا شيء. ما زال حسام على الارسال بيلعب رساله سبايك قويه مع الوزن، ولكن في الشبكه المره دي يا حسام. رجع المتألق بقى رقم 13 على الإرسال جورج أبرو، إرسال خططي من جورج، ولكن لعبه على مين؟ على عبد المنعم، أفضل استقبال موجود داخل أرضية الملعب.
وعبد الحليم بيضرب كرة كده من منتصف الشبكة ولكن خارج الملعب ويعتذر لزمايله ولجهازه الفني. وما زال أبرو على الإرسال رقم 13 تاني على عبد المنعم واستقبال صوابع المرة دي وبيطلع كده يسحب معاه البلوكات وبتضرب من مركز 4 من عدولة. وشايفين بقى أصغر لاعب في فريق النادي الأهلي يوسف الصافي رقم 19 ابن اللاعب حمدي الصافي اللاعب القدير طبعا في صفوف المنتخب لفترات طويلة ومدرب النادي الأهلي للسيدات. وطبعا بعتذر بقى إن أنا قلت أسماء المدربين ونسيت الكابتن طارق كمال مدرب فريق سموحة، ولكن طبعا هو له كل الاحترام والتقدير وبتمنى له التوفيق داخل بطولة افريقيا. وادي ارسال تاني اهو سهل واستقبال جيد ومن مركز 2 لكن اظن انها نوت باص جايه في الشبكه فعلا ويحسبها كده فعلا الحكم. وادي بقى محمد مسلحي ما زال يفكر حتى انتهى البطوله هيفضل محمد يفكر. وشايفين هنا حليم على مركز 3 وجنبه عادل بيلعب من اثنينات وحط مسلحي حط حمدي الصافي يوسف في 4 وادي عمل دفاع قوي ما شاء الله عليه وترجع الكوره كده سهله وفي مركز 4 وهنشوف بقى هتتشد هنا من الليبرو لانه حسام هو اللي جاب الدفاع ولكن عدوله يضرب ومش من مستوى عالي عدوله تتاخد منك بلوك. وان كان بقى كابتن مسلحي بيحاول يجرب ولا ايه ولا بيريح قد ادي عدوله اهو ضربها من مستوى قليل شويه عدوله واخد طبعا على الضرب العالي السريع ولكن اكيد الكابتن ميدو ليه رؤيه. وكره خارج الملعب وزي ما احنا شايفين الليبرو البديل كمان محمد رمضان وهو صغير السن عنده 23 سنه نزل ارضيه الملعب. يعتبر الكابتن محمد او ميدو مسلحي بيريح لاعبيه كلهم. ارسال سهل واستقبال جيد تركع كده ولكن دفاع غير متقن في لمس الشبكه حسبه الحكم الثاني. عندنا ملحوظه شويه في النادي الاهلي وهو مقدم التشكيل بتاعه في حسام يوسف لاعب معد وعبد الله عبد السلام لاعب معد وقطب الوحيد اللي محطوط من مركز 4 وده يمكن الثغره بقى اللي موجوده دلوقتي واللي بيحاول يسدها الكابتن ميدو مسلحي في ان قطب لو لا قدر الله مش موفق او عايز يعمل تبديله مزدوجه هينزل مين فعشان كده بيجرب عادل في مركز 2 واكيد جربه في مباريات المعسكر التجريبي لبولندا. وادي عادل واقف بقى في الدفاعات ومنطقه كده جديده عليه وهنشوف هيتقن فيها ولا ايه. فكده معناها ان فريق النادي الاهلي محتاج له لاعب من مركز 2 يدور عليه بقى سواء في الناشئين او من خارج النادي. الوقت المستقطع الفني الاول 8-4 نفس النتيجه لو وصلنا لها في الشوط الثاني. فريق نيمو ستار ما عندهوش اي جديد هي نفس لعيبته اللي موجوده بنفس ادائهم حتى اللاعب رقم 13 اللي كان مميز ما اداش بصوره جيده. هنكون كده مع حضراتكم بقى اثناء البطوله واحده بواحده او ماتش بماتش كده نقول لكم شويه احصاءات عن البطولات العالميه والقاريه وكمان هنقدم لكم حاجه اسمها بطل صنع تاريخ وهنجيب لاعب لاعب من اللاعبين القدام ونجيب لكم السي في بتاعه لعب كام بطوله وحقق ايه سواء للنادي الاهلي او المنتخب القومي وده ان شاء الله من بدايه المباريات القادمه وهنقول لكم كده على ادائه كان ازاي. وطبعا الهدف الاساسي في ان احنا نقول الكلام دوت ان احنا نحاول ننقل لحضراتكم قد ايه الناس دي تعبت عشان تعمل بطوله. وطبعا ما ننساش بقى نبارك لنادي الطيران اللي فاز 3-0 ونادي سموحه فاز 3-2
وطبعا فاضل بقى نادي الجيش بعد المباراه دي، ولكن طبعا مش هيكون لينا الحظ ان احنا نكون معاكم فيها، ونقول لكم نتيجتها بكره ان شاء الله واحنا بنعلق على مباراه الاهلي. ادي الصافي بارسال تاني قوي، وفي مركز اربعه للاعب الخطير فعلا رقم 13 جورج ابرو، واللاعب ده ناخد بالنا منه، لو في فرقه اقوى من كده شويه كان هيبقى متعب جدا، وكان ممكن ياخد تصنيف، لانه لاعب الكره خارجه من ايديه عارف هو بيجيب بيها نقطه ازاي، ودي بتبقى صعوبه الكره الطايره ازاي تعرف وازاي تكسب النقطه. هادي استقبال تاني واعداد مركز اربعه، ومن فوق حوائط الصد الكره مضروبه قويه جدا، ولكن طبعا زي ما بقول لكم فريق النادي الاهلي بدا خلاص هي المباراه في جيبه، مش عايز يرهق نفسه اكتر من كده، كابتن ميدو مشلحي مش عايز يرهق لاعبيه، عارف ان كل يوم مباراه ده بالنسبه له اكيد هو حمل عمل حسابه عليه اثناء المعسكر ببولندا، ولعب مباريات وديه كتير، ولكن طبعا انا ممكن اكسب بسهوله ليه اتعب فرقتي. وادي عبد العالي اللي شارك في الشوط الثالث بياخد بلوك كده ممتع وجميل من اللاعب من نيمو ستار. ارسال تاني واستقبال جيد، وادي رقم 13 المره دي بقى اتمسك منه بلوك وتترفع له تاني مفيش غيره، وادي هنا كره ضربها تنزل في حوائط الصد، ولكن بتتاخد المره دي لان الكره كانت مزنوقه شويه. انا مش متحيز للاعب، ولكن طبعا هو اداؤه الى حد ما بيحاول شويه يساعد نفسه ويساعد فرقته، ولكن طبعا زي ما بنقول واحد مش هينفع، مفيش حاجه اسمها لاعب يشيل فرقه بالذات لما تكون بطوله قويه، وبالاخص لما تكون امام النادي الاهلي. بدا خلاص التفكك شويه بشويه يحصل داخل صفوف فريق نيمو ستار، و13 6 اكتر من دبل سكور برضو، وزي ما احنا شايفين هو على الشبكه في بقى العملاقين حسام يوسف وحليمه، ووسطيهم كده عبد العال بارتقاءاته العاليه هو واحمد سعيد، وادي كره دبل المفروض، وفعلا حسبها الحكم كره دبل زي ما احنا مش شايفين باشاره كده باصابعه، و وقت مستقطع بيطلبه مدرب نيمو ستار في النقطه السادسه، 6 نيمو ستار 14 الاهلي. يرجع تاني الارسال لفريق النادي الاهلي والنقطه 14، وكره ترجع سهله كده يستقبلها عبد المنعم، وشايفين الموجه اللي بيهاجم بيها النادي الاهلي ثلاث لاعبين من المنطقه الاماميه، وعبد المنعم بيجهز كمان انه يضرب من المنطقه الخلفيه، ولكن بقى يختار عبد العالي انه يعمل درايف كده من فوق حائط الصد بريست ايديه، ولكن عملها خارج الملعب، ومش راضي شويه محمد مصرحي احنا كمديرين فنيين نحس بالاداء شويه، وحتى ان كان الاداء سهل ولكن بقى بيعوضها له هنا عبد العال، بيقول له معلش ما تزعلش على الكره اللي فاتت، انا كنت عايز اعملها بطريقه فنيه شويه، وبيحاول يعتذر هو لمدربه بطريقه شيك، ودي اللي بيميز بقى اداء النادي الاهلي حتى الان بمدير فني فاهم ولعيبه حاسه بمديرها الفني، وده نادرا لما بنلاقيه، وان توجد بنشوف بقى اداء قوي ومتقن للفريق. سبعتاشر النادي الاهلي 6. انا بس مش عارف النتيجه اللي موجوده على اللوحه كده مظبوطه ولا ايه. طبعا احنا بنريح مش عشان تعبنا، احنا بس بنريح لان المباراه يعني ما فيهاش اي فنيات ولا اي جمل خططيه نقدر نوضحها للمشاهدين، زي ما احنا شايفين اللعب سهل ونمطي، وادي هنا كور بتتضرب
من حوائط الصد سهله جدا ما فيهاش اي فنيات. يعني في ناس بس بتقول لنا انتوا تعبتوا، لا ما تعبناش ولا حاجه، احنا موجودين معاكم ونقدر على 3 4 ماتشات بعدهم، ولكن احنا محتاجين الاداء يشدنا شويه ويجذبنا ناحيه الاتقان. وزي ما احنا شايفين اداء الفريقين سهل، النادي الاهلي بيفوز بسهوله، ونادي نيمو ستار بيساعد النادي الاهلي اكتر انه يفوز. وادي بقى هنا اهات وصيحات الجماهير. حسام على الارسال رقم 12، رقم المفضل حسام. حسام يوسف 30 سنه، حسام 2 متر و3، قادم من دمنهور على يد القدير الكابتن شريف الشامرلي، واتعمل كده في منتخب الشباب اللي كان واخد رابع عالم مع حسام وعبد الله عبد السلام والسحت والكومي ومجموعه كبيره طلعت على يد القدير الكابتن شريف الشمرلي اللي ماسك الان هو المدير الفني للاتحاد المصري. وادي حسام بيجهز كده لادائه. فعلا النتيجه ما كانتش مظبوطه، قلت لحضراتكم كانت مكتوبه 17-6 ولكن هي الان 16-6 بالتكنيكال تايم اوت، وكان في ناس كده اتغلطنا وتقول لنا لا النتيجه مظبوطه، وزي ما احنا شايفين هي اتعدلت وترجع كره كده جميله قوي بالرجل او بالقدم. وطبعا طبقا لتعديلات القانون الدولي في النسخ الأخيرة بقى إنه بيقوم باستخدام الجسم بالكامل بلعب الكرة، ورجعت فعلا لملعب النادي الأهلي، ولكن ما كدبش خبر حسام ورفعها في منتصف الشبكة لبنقطة مباشرة. وادي إرسال تاني واستحياء برضو على الأداء كده من نيمو ستار، وترجع تاني سهلة بياخدها رضا وتترفع بدابل سريع. طبعا دي بقى خطة الكابتن ميدو مسلحي إنه يستفيد بعدولة في البلوكات، ومش مهم الضرب العالي، ولكن طبعا مع اي تشانس بول او استقبال صحيح هيدخل دبل سريع ويكشف الشبكه اكتر ويريح لاعب مركز اربعات ولاعب اللي بيضرب من المنطقه الخلفيه. وده فكر طبعا يحترم للكابتن ميدو مصلحي، وان كان المفروض ما كناش نحرقه بدري، انت كنت عايز تجربه يا كابتن ميدو، ولكن المفروض كنا نتقل بيه شويه، لان اكيد الفرق مش عامله حسابها على ان النادي الاهلي بيدخل دبل سريع، وانت بقى تشوف الدنيا ديت وهتقدر تحكم بتقديرك انت طبعا. تمنتاشر تمانية فارق 10 نقاط، حتى كمان حسام اهو بيرفع سريع بجر وكرة كده بترجع، والبلوكات كانت مفتوحة شوية حليمه وتمركز صحيح لمحمد رضا وحاول كده يعمل تراي عليها، ولكن طبعا كان بتوين البلوك هو اللي مفتوح. وادي الكابتن محمد مصلحي بينبههم للنقطة دي وبيقول لهم لا ما ينفعش، احنا لازم نفضل للاخر متماسكين وبلوكاتنا تكون قويه. وادي هنا بيقلب كده كوره جميله جدا في مركز اثنين. وادي بقى العمالقه حوائط الصد الجباره جدا ما بين عادل وحليم، الاثنين ما شاء الله قياسات عاليه جدا، حليم 2 متر 11 ودوله 2 متر 11، والاثنين بسم الله ما شاء الله عندهم ارتقاءات للبلوكات عاليه جدا 3 متر 60 و 3 متر 30. عشرين النادي الاهلي 9 نيمو ستار. وبدا كده خلاص الاداء ياخدنا ليه لما اوراقنا بقى وانتهاء المباراه. وادي كره تاني من منتصف الشبكه بيضربها نيمو ستار، ولكن طبعا على استحياء ومع قرب النتيجه للانتهاء بفارق 10 نقاط لصالح النادي الاهلي 20-10. تاني مسابة ويلفيرد على الإرسال، استقبال غير متقن شوية من الصافي، وترجع تاني في قلب الملعب كده كرة سهلة بريست الإيد، وبرده تاني أدي حائط صد ثلاثي من العمالقة الصافي متر 97 وعدولة 2 متر 11 ومعاهم حليم 2 متر 11، والراجل بقى ما يلاقيش حل خالص غير إن هو يسلم نفسه كده للكرة وتتاخد نقطة مباشرة للنادي الأهلي. وقت مستقطع بيطلبه مدرب الاوغندي نيمو ستار اوكابس اندرو، وهو الصراحه مش لاقي حل، يعني بلوكات او حوائط صد قويه جدا للنادي الاهلي ومش عارف يفكها ازاي، لان ما عندوش استقبال جيد وما عندوش لاعبي سريع كويسين اللي يقدر بيهم يخلخل الشبكه شويه، فالمأموريه متسهله على لاعبي النادي الاهلي.
ادي الكابتن ميدو طبعا بيقول لهم حطوا ايديكم في الزاويه، اعمل جامب خفيف لان ما فيش حد بيضرب من ادوار العليا زينا، واحنا بنطلع عالي جدا، فالكره بتاخد تاتش بلوك في ايدينا كده من بره. ارسال مع حليم، خطا مباشر كده من اللاعب بقى رقم 13، زعلان قوي على الكره اللي ضاعت جورج ابرو، مع العلم ان هو فارق النادي الاهلي 12 نقطه 22-10، ولكن طبعا الراجل دوت قدم المزيد لفرقته ومستني كده انتهاء بقى الصوت يقدم لنا في حاجه، ولكن طبعا خلاص هربت منه المباراه. وادي كره سهله المفروض ما اطلعش عالي يا عبد اللطيف، يا تيفا رقم واحد خبره 35 سنه، الراجل بيضرب من ورا دماغه يعني خلاص الكره اندر او مش في السيطره، فمفروض ما حطولوش ايديا عشان ما يعملش تاتس زي اللي حصل. وادي كره تانية سهله بيستقبلها الصافي وتتدرب كده في حوات الصد وتتاخد بلوك مباشر من يوسف حمدي الصافي مواليد 2000. ادي ارسال تاني سهل بيفوته تيفا وبيسيبه حمدي الصافي، يوسف حمدي الصافي بنقطه مباشره للاهلي 23-12، نقطتين على انتهاء اللقاء. دولة على الارسال، واللي لعب النهارده في مركز جديد كان قاصد بيه طبعا الكابتن ميدو يجرب حاجه، وزي ما قلت دي اختلاف استراتيجيات بقى، في مدرب بيقول لك لا انا اخبي اوراقي كلها، في مدرب يظهرها تزيد الرهبه شويه داخل صفوف الفرق الثانيه، فطبعا الاستراتيجيه بتبقى عند الكابتن ميدو مصلحي. وادي 13 نيمو ستار 23 الاهلي، ارسال خارج الملعب، الراجل بيدينا هديه كده في اواخر الصوت بيسهل علينا الاداء واللقاء اكتر. طبعا بقى هنا الكابتن ميدو خلاص اطمئنانه للمباراه 3-0 في المباراه الافتتاحيه اللي دايما بيبقى فيها حمى البدايه، ولكن برضو بنرد عليه هنا بارسال ضايع بدون اي معنى وبدون عنوان من يوسف حمدي الصافي. ومنجن على الارسال واستقبال جيد من رضا، وتتدرب كده من دولة في مركز 2 بيخلص بيها اللقاء وتنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي 3-0. أعزائي المشاهدين على أمل اللقاء مرة أخرى إن شاء الله في باقي مباريات البطولة، كان معكم معلقكم عزب الشرباجي، ونعود إلى ملوك الصلاة والاستديو التحليلي مع الكابتن هيثم والكابتن القدير شعراوي والكابتن ماجد مصطفى.